قررت موضوع المدارس التركية والمراكز الصحية، خليني نبدأ موضوع المدارس التركية، شنو قصتها تحديدا؟ المدارس التركية أستاذ، المدارس التركية اللي بجنوب بغداد، عدة مدارس طبعا، هي احنا نتفاجئ بخصوص مدرسة، هي طبعا هاي موجودة عندي هنا بالصورة، مدرسة في جنوب بغداد اللي هي المفروض تصير شطر، يعني عندنا مساحة كلش كبيرة، فتنشطر مدرسة عن مدرسة. هاي المدرسة تصير ابتدائيات لطيفية، عندنا مدرسة تراثية تنشطر بعدها مدرسة تصير مدرسة تركية. الحقيقة المدرسة التركية محالة من قبل من؟ من قبل الأمانة العامة السابقة لمجلس الوزراء اللي كانت العفو برئاسة عادل عبد المهدي. هذه المدرسة انحالت. الحقيقة احنا كلش فرحنا وبوجود مدرسة نموذجية بهاي المواصفات العالمية في جنوب بغداد، واحنا عندنا يعني اكتظاظ بالطلاب، يعني مدارس ما تستوعب عدد من هذا الطلاب، فهاي المدرسة كلش فرحنا لها من جدتي. من جد المدرسة طبعا تشوف البناء يعني متطور، تركيب تتركب المدرسة لازم في غضون سنتين المدرسة تامة على يعني اقصى حد. طبعا مدرسة بمواصفات عالمية، بعد فترة من الفترات اشهر يعني حط المقاول نصب الاساس، اساس المدرسة، الاساس الصب من المدرسة نصب المقاول، ورا ما نصب الاساس جاب القطع اللي هي تركيب المدرسة التركية، تصير تركيب قطع كونكريتية جاهزة تتركب. بعد ما جاب القطع اللي جاهزة اللي تتركب، فجأة المقاول تبخر. طبعاً فجأة المقاول تبخر، المدرسة يابا راجعنا المدير، مدير التربية اللطيفية، الموضوع مهم يا الإدارة العامة. تراجع الإدارة العامة يقول لك راجع لبنية المدرسية، تراجع لبنية المدرسية يقول لك راجع الوزارة، تراجع الوزارة يقول لك راجع الأمانة العامة، تراجع الأمانة العامة يقول لك الموضوع يا فناس تشمر على ناس.